خلاطي نائب رئيس النقابة المهنية الوطنية للمصارين بالمغرب. اليوم حنا عندنا هذه الوقفة اللي دعت لها النقابة أمام البرلمان واللي تتزامن مع اجتماع عقده لجنة القطاعات الاجتماعية لتدارس والتصويت على مشروع قانون 45/13. حنا تنحتجوا لأنه كاين واحد التعديل طرأ على المادة السادسة اللي تتعرف بالمهنة ديالنا داخل هذا المشروع القانون، والتعديل اللي طرأ عليها جعل هذه المهنة دي مفروغة من كل المحتوى ديالها وتحولنا من نظاراتينا مبصريين اللي عندنا واحد مجموعة ديال الخاصيات والصلاحيات اللي تتطابق مع المهنة كما هي معرف بها في جميع أنحاء العالم إلى مجرد تاجر. وهذا تنرفضوا احنا رفضا تاما، لان التكوين ديالنا والمؤهلات اللي عندنا تتاهلنا لاننا نمارسوا هذه المهنه هذه كما هي متعارف عليها في العالم. احنا تنطالبوا بحوار جاد ورسمي مع وزاره الصحه، ووضعنا طلبات لقاء مع الوزير تم تجاهلها غير مؤخرا. وضعنا جوج ديال الطلبات تم التجاهل ديالها اطلاقا، لم يجيب لا بالايجاب ولا بالسلب. وضعنا طلب ديال لقاء وزير التعليم العالي كذلك، لانه هو التعليم العالي يشرف على التكوين ديال هاد الناس هادو، لا في القطاع العمومي ولا القطاع الخاص. اليوم تيتجردوا هاد الناس هادو من كل الصلاحيات، يعني لا داعي لتكوينهم او لتاهيلهم للقيام بهذه المهمه اللي غادي تحرموا منها، لا بالنسبه لقياس البصر ولا بالنسبه حتى لتحضير النظارات اللي لا يذكر لها تفصيل في هذا المشروع القانون. لهذا نحن تنعتبر بان لا يجمعنا بهذا المشروع القانون الان الا جزء من الاسم والماده 56 اللي تتقول بانه الا خرج هذا القانون هذا الحيز التنفيذ غادي تلغى الظاهر اللي كانت تنظم المهنه منذ 65 سنه، وبالتالي ستصبح مهنتنا بدون اطار قانوني، وهذا اللي ترفضوه رفضا تاما. ما يمكنش يكون واحد المهنه منظمه 65 سنه من بعد تولي دون اطار قانوني. شكرا. انا محجوبه كريم مبصريه، مارست المهنه هذه 30 سنه. احنا اليوم هنا في المحطه الخامسه ديال الاحتجاجات على ود التعديلات اللي دارت في مشروع القانون 45/13، واللي بغات تسحب من لوبتيسيان قياس البصر اللي هو ركيزه ولا جوهر التعليم العالي اللي كيقراه لوبتيسيان. الا كان عندهم مشكل، اي مشكل اللي كيقولوه راه مشكل ديال الدوله ماشي ديال لوبتيسيان، وما يمكنش ان مشاكل الدوله في هذا القطاع ولا في قطاعات اخرى تنزل على مبصري او على هذا. احنا كنقولوا احنا كنرفضوا رفضا قاطعا هذاك التعديلات اللي دارت على هذا المشروع، وكنطالبوا بمشاركه المبصري في القرار اللي كيخصو هو بالذات. بدون مشاركه حنا كنرفضوا هذا القانون، وغادي نبقاو في الزنقه حتى يتبدل ولا حتى يديروا فيه اللي هذاك. وهاد اطباء العيون بالنسبه لي مشيت كلهم غير بعض اطباء العيون اللي كيقولوا على ان صحه المواطن لا علاقه لصحه المواطن بالمهنه ديال المبصري او قياس البصر، والناس كلها عارفينها. وهاد المغالطات اللي كينشروها وهاد الصحافه وداكشي اللي كيديروه زعما غير بالشكل والكميه والكيف باش كيطلقوه، كيتفهم على ان موراهم لوبي صحيح ما بينهم وبين وزير الصحه اللي احنا كنرفضوه رفضا، وراه ما يمكنش نهائيا. Thank you.